عموري يرسلها وراسيه وجول جول شكلها رايح الجول شكلها وهي طالعه من قدم عموري اللي معرف الصوره على راس علي مبخوت اللي كان مبخوت عيل عبد اللطيف اللي معرف الصوره محاوله لا تطلع قدام الجول بهبطه من الجول جول جول وهدف ثاني لمنتخب الامارات هذا بالتعادل لمنتخب الامارات ايضا عن طريق علي مبخوت منتخب البحرين قدم احنا نتعادل اسيا لن تستطيع ان تقف امامنا ومحاوله جول هاتريك علي مبخوت يسجل هاتريك ثلاث اهداف في مرمى منتخب مملكه البحرين علي مبخوت ثلاث اهداف اول هاتريك لهذا اللاعب مع منتخب الامارات قد محمد فوزي على طول تتلعب لعلي مبخوت هاتريك جول خمسه سوبر هاتريك سوبر هاتريك سوبر هاتريك aga sai see suurelt välja ja nüüd tuleb ohtlikult Pareiko tuleb vastu kas jõutakse ei jõuta ja kui vähe on vaja no tõeline klassiga mäng oli praegu sinna liinide vahele et kordus me näeme seda veel aga ja Johnny Lali Ali Ra Ali Lali on siin Johnny Arapo يعتبر جندي مجهول لكن الأداء الكبير علي مبخوت يا عيني يا سلام منتخبنا الوطني يسجل أول الأهداف خطأ كبير أبيض الأمل يسجل أول أهدافه أبيض الذهب يا أفضل الآن مبخوت يمرر إلى أحمد خليل مبخوت يا ولد يا سلام بالطيب ولا بالغصب الثاني جاي جابها مبخوت يأكد على أيديته في شوط مع عمر مر تقدم عمر يمر إلى مبخوت يا سلام علي مبخوت والهاتريك علي مبخوت والثلاثية علي مبخوت يسجل الآن هدف ثالث يؤكد اختتم هذه الرباعية بهذه الطريقة المميزة علي مبخوت بركن الكرة في الشباك الفلبينية تنتهي المباراة برباعية لصالح منتخبنا الوطني في مشوار استعداداته للمباريات القادمة. الجهتين من اللاعب محمد فوزي حاول يتقدم فوزي يلعب العرضية لعب متغززة خطيرة والثالث مبخوت تيكي تاكا هجمة منظمة المنتخب الإماراتي ميس وضربة حرة لا 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 يا قاسم لا ما لكش حق الأبيض الإماراتي بالثلاثة تقدم نعم قلت وهقول بعد ما سجلوا ثالث جول الأبيض بياضه زايد يا روعة أحفاد ياجل عرف إنه بعد شوية لا 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 هدف رابع رباعية تاريخية للأبيض الإماراتي الإمارات تتقدم بأربع أهداف وعمر عبد الرحمن يصنع هدف جميل هدف رابع للنجم الكبير علي مبخوت راضي على اليمين والبداية بكل الرنيم وهذه كرة خطيرة جول الهدف الأول الإمارات نار يقدم نفسه الآن بشكل رائع وصلت الكرة إلى علي مبخوت جول يتقدم الآن مباشرة هو يبي التعويض علي مبخوت يبي التعويض عوض علي مبخوت مبخوت يستعد علي مبخوت يسدد وجول الإمارات ثلاث أهداف مقابل هدفين صارت النتيجة للمنتخب الإماراتي اللي صار متفوق علي مبخوت الكرة معاه يدخل يخلص ارجع بابا غاني هدف الجول
يا سلام علي مبروك والهدف رقم 25 بقميص منتخب الامارات. يا ولد عليك يا سلام على امكانياتك محمود رحمان. ياخذ كره يحاول يتقدم يطلع بعرض الملعب لعلي مبروك والجول. الوطني يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 48 وعن طريق تسديدة للنجم علي مبخوت لتنتهي المباراة على عمر عبد الرحمن بالكعب جميلة عبد يأتي لبنى محمد فوزي عرضية أخرى من جانب اسماعيل حمادي يحاول الى عمر عمر للامام خطيره خلف المدافع هذه كره علي يا ولد الى الطرف الايمن خطيره امام المرمى ويحطها وجول جول جول اماراتي علي مبخوت يسجل الهدف لعل ياتي الامل الاخير في الثواني الأخيرة من نهاية أحد. جزاء سجل هدفين في مرمى العراق من ركلتي جزاء كرة في محاولة مبخوت هيا إماراتية جول يتقدم منتخبنا بهدف أول عن طريق علي مبخوت ومهارة علي مبخوت وطموحنا كاس آس الإمارات للأبيض يتقدم جول بيتنام هذه كرة لي الأبيض وصلت لعموري عموري بينية خطرة الأول نعم علي مبخوت يزور الشباك أخيرا يسجل الأبيض يا ألبيرتو زاكيروني من زمان دافع كبير وحافز كبير للمنتخب هذه محاولة علي مبخوت والتسديد يا سلام علي مبخوت ينفجر تهديفيا ويسجل هدف ثاني في هذه اللحظات علي مبخوت نعم التي اصطدت بالقائم تحولت ضربت في قربة حارس مرمى المنتخب الهندي وبعد ذلك إلى علي مبخوت في خط المقدمة وانطلاقات بسيطة من إسماعيل هنا علي الله ضيف يا دولة الإمارات البطولة هذه كرة الحمادي الله على مبخوت هداف النسخة الماضية لبطولة كأس الأمم الآسيوية الأبيض الإماراتي يبدأ اللقاء مصلحة عامر الله من تمريرة عامر قلت الله بيج وزع كرة الخطيرة يا سلام تفوق ديجنك بكل سهولة ولا لا إلى الأمام ممتازة لخلفان خطيرة للإمارات وهدف ثاني للمنتخب الإماراتي علي مبخوت يتلقى كرة عرضية في المكان المناسب ويسجل الهدف الثاني قبل الشوط الثاني نتواجد بلقطة يا علي مع علي لازم نتواجد مع مبخوت كيف ما نتواجد حتى لو لقطة أنا تخوف كرة جميلة فرصة للأمام هيا نعم أنا كنت أقول واحد ما يطمن واحد يخوف
الانطلاق، هل من عرضية أمام المرمى؟ نعم إنها العودة، نعم إنه مبخوت من كرة قد يعود ومن كرة قد يسجل. كنا نتحدث عن العودة في الشوط الأول. يحاول مع بندر الأحبابي في الجهة اليمنى، العرضية حاضرة، أيوة يسجل فعلا، يسجل الأبيض في اللقطة الماضية مع علي مبخوت. علي مبخوت يدوم 18 عام، لكن علي تقدم لها، علي وضعها، علي سجل الثاني، علي منتخبنا الوطني يعيد. ممتازة، وهذه كرة القدم، الله علي مبخوت، الله مومباي سيتي. كرة تلعب عالي والأمام، خطيرة، مبخوت 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 جاب الهاتريك، مبخوت جاب الهاتريك، هذه الله الله، هيا علي علي علي، هو اللي حطنا في الطريق الصحيح، هو عبرة. لكن علي مبخوت، علي مبخوت ممكن يأتي بالثالث، الله الله، جعل أيامك تبطي سنينها يا علي، جعل أيامك تبطي سنينها وتكون الكرة لازالت أمام المرمى، السلام الدولي الإماراتي، علي مبخوت، علي مبخوت، علي الله، علي مبخوت، الله يقول عنها، هذه اللي يقول عنها، حط رجلك يا علي، الله، منتخبنا الوطني. Well, the game wasn't over quite yet. Chance in the box, one on one. And how about that? The hosts are back and level. Kut steps up and calmly delivers to the bottom right corner, 1-0 for the visitors from the United Arab Emirates. With 5 minutes to go, plus...